البداية قاريا، أين بلغت شبيبة القبائل الدور المقبل من كأس الكاف عقب الإطاحة بنجم الكونغو بهدف دون مقابل، حمل توقيع بول عويدات في الدقيقة 89 من مخالفة مباشرة جميلة لتلحق شبيبة القبائل بمولودية الجزائر في الدور 16 مكرر، وسيتعرف على منافسه في القرعة التي ستقام الأسبوع المقبل. فتح بوشعنان والتصريحات التالية. À la dernière minute, on a marqué un but qui vaut de l'or et l'équipe, elle s'améliore de jour en jour. L'équipe s'améliore de jour en jour et on est très content du travail qu'ils ont fait. أني مسرور يعني بهذه النتيجة باش تخلينا نعمل يعني لمدة خمس أيام براحة. وخاصة من ناحية كما يقول لك بسيكولوجية باش نحضر الفريق تاعنا اللي راح كما يقول لك تكون مقابلات صعبة صعبة جدا نبداوها بتاع مولودية الجزائر. مقابلة كانت يلعبوها على أعصاب اللاعبين، وشفنا باللي دخلنا في السرعة والتسرع وين تقلقنا شوية، وزيد ما من اللاعبين كانوا عندهم ضغط كبير عليهم، وإن شاء الله التأهل يمد لنا نفس جديد للسمانة الجاية إن شاء الله نوليو نكونسونتريو في الشامبيونا باسكو اون ا بوزوان دو بوان. الحمد لله يا ربي قبل كل شيء، الحمد لله ربي على هذا التاهل. صافي بليزير خويا تلقى كيما نقولوا هذا ليسونسيال تاعنا، الجمهور هذا اللي عانى معنا بزاف سنه، بربي ان شاء الله ان شاء الله من الماتش هذا بربي ان شاء الله راح غير يفرح بربي ان شاء الله.